السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وطلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي والأدبي في حصة الناس اللي هي النهارده هناخدها تريجونومتري، معاكم دكتور مصري درويش موجه ماس، وإن شاء الله النهارده هنتكلم على بعض الحاجات الجميلة في التريجونومتري. طبعا الحاجة دي مقررة على الناس اللي هم الأدبي والعلمي، وأول درس هناخده النهارده في التريجونومتري ألا وهو ذا ساين رول. الحاجات دي طبعا هتفيدنا فيما بعد، هنعرف ازاي بتدخل معانا في بعض حل المسائل والمشكلات. القانون ده هيجيب لنا حاجات ما كناش زمان نعرف نجيبها واحنا في ثالثه اعدادي او اولى ثانوي، الا وهو الساين رول. بيقول ايه؟ لو انت كده جيت حطيت اي قدامك منك تريانجل زي اللي انا رسمه اي بي سي ده قدام منك، وافترضت ان اللينس بتاع البي سي اسمه اي سمول، واللينس بتاع الاي بي اسمه سي سمول، واللينس بتاع الاي سي اسمه بي سمول. يعني عايز يقول لك ايه؟ ان اللي قدام انجل ايه اسمه ايه سمول، واللي قدام انجل بي اسمه بي سمول، واللي قدام انجل سي اسمه سي سمول. فبيجي القانون بيقول لك ايه؟ ان اني تريانجل في اي مثلث في الدنيا the length of the sides the length of the sides are proportion to the sides of the opposite angle. يعني معنى كده بيقول لك ايه؟ ده احنا ممكن نستخدم ايه على ساين ايه؟ شايف الجمال؟ بتساوي بي على ساين بي، بتساوي سي على ساين سي. يعني معنى كده بقى يا مستر ان انا بقى ايه حاطط عمليه بروبورشن. خلي بالك الساين ايه ده سمول، ده طول المسافه بي سي، بي سمول ده طول المسافه اللي هي اي سي، سي ده اللي هو الساين بتاع الاي بي طوله اللينس بتاعه. قال لك لو انت خدت اللينس بتاع الاي قسمتها على الساين ايه هتلاقي بالظبط نفس الريشيو بتاع بي على ساين بي بتساوي سي على ساين سي، وطبعا اي كابيتال بي كابيتال سي كابيتال دول بيسموهم الانجل بتوعنا اللي هم بتوع الثري انجل بتوع التريانجل. يبقى من الاخر بقى يا مستر لو تيجي اي مساله بعد كده ممكن من حقي احط اي على ساين اي تساوي بي على ساين بي هتساوي سي على ساين سي. طبعا الراجل بيبقى بيقول يلا القانون ده لازم يكون بيدي عارفين بعض الحاجات. واحد يعرفوا حاجه اسمها بارامتر تريانجل اللي هو اي بلس بي بلس سي، يعرفوا حاجه اسمها الاريا اوف تريانجل هاف اي بي ساين سي، يعرفوا حاجه اسمها السيركمفرنس اللي هو 2 باي ار، يعرفوا حاجه اسمها اريا اوف سيركل باي ار سكوير. الحاجات دي بنقولها لاولادنا طبعا في بدايه الحصه عشان احنا واحنا شغالين هنتعرض للحاجات دي. تعالوا نشوف اول تمرين على الموضوع ده. هنرسم مع بعض الناس اللي حاضره معايا، باجي في ورقه كده فاضيه كده واروح حاطط تريانجل كبير رسمه هنسميه اي بي سي. التريانجل ده لما ارسمه احط على السايد اللي قدام انجل ايه اللي قدام انجل ايه ها اللي في وشها احط عليه 10 سنتيمتر، وانجل ايه من جواه احط 30 ديجري، وانجل بي من جواه 45. نقول تاني نقول تاني ان تريانجل اي بي سي لو رسمنا تريانجل كبير وحطينا على السايد اللي قدام انجل ايه ب 10 سنتيمتر، وانجل ايه زي ما من جواه كده نحط فيها 30، وانجل بي نحط جواها 45. Find using the calculator each of the B and C. عايزين الأطوال اللي هي B small و C small. طبعا لما ترسم الترانجل بتاعك هتبقى عندك A B C ده كابيتال، في A small و B small و C small دول صغيرين. طبعا A small حط جنب منه 10 سنتيمتر هيبقى في عندك اثنين سايدين ناقصين، السايد اللي هو قدام انجل B والسايد اللي قدام انجل A C. طبعا find also the area او كلامنا كده اهو يا رجاله، عايزين نعرف الاريا بتاعت الترانجل to the nearest whole numbers يعني العدد الصحيح. كلنا رسمنا تريانجل لقينا فيه عندنا two angles اللي هي ال A وال B. هيجي في ذهني هو الصم بتاع التريانجل ده كله كام على بعضه من زمان؟ انا سامع ناس بيقولوا يا مستر لما رسمنا تريانجل حطينا جوه ال A ب 30 وال B 45 اكيد انجل C الثالثه هتيجي 180 ماينس، صح ولا ايه؟ يبقى انجل C هتساوي 180 ماينس 30 بلس 45 تطلع لنا كام؟ 105. كده انا امنت نفسي بقى معايا انجل ايه موجوده، الميجر بتاع بي موجوده، الميجر بتاع سي موجوده. طب وبعدين ايه؟ انا حاطط على السايد اللي قدام الايه كابتن ايه 10 سنتيمتر اللي هو اسمه بي سي، ها بي سي دوت حاطط عليه 10 سنتيمتر، فبقى معايا خطين مش موجودين اللي هو بي سمول وسي سمول، ومحتاج اعرف بي سمول وسي سمول كام سنتيمتر. طب ومال؟ طب ما انا بقى ممكن يا مستر استخدم قانون ساين رول. ازاي؟ هكتب ايه على ساين ايه
تساوي بي على ساين بي تساوي سي على ساين سي. ايه؟ هي مدهنه ب 10 والايه؟ يبقى 30، يبقى 10 على ساين 30. وباكد للمره الاولى الاولاد بينسوا كلمه ساين، ليه كاتبها 10 على 30؟ لا، خد بالك ايه على ساين ايه؟ عشان سميناها الساين رول، ماشي؟ يبقى 10 على ساين 30 تساوي، ها مين يكمل؟ بي مش موجوده، حاسبها زي ما هي. طب كابيتال بي، انجل بي كام درجه؟ هو مديها فوق اهي، شايفها؟ يبقى 45، يبقى بي على ساين 45 بتساوي سي على ساين ميجر سي. طب ما سي موجوده قدامنا يا مستر واحنا حاسبينها بايدينا 105، يبقى سي على ساين 105. ودي بقى هيمسكوا الاله الحاسبه ويستخدموا حاجه اسمها كروس مالتبلاي او السيزر عشان نجيب البي سمول بالسي سمول. لو عايز اجيب البي سمول هعمل كروس. حد يقول لي كده اتجاب ازاي؟ تمام، هعمل 10 تايم ساين 45 اوفر ساين 30 واجيبها بالاله هتلاقي ابروكسيمتلي 14.1. طب لو عايز اجيب السي اخد اول ريشيو مع اخر ريشيو عادي يا مستر، اخد اول ريشيو اللي هي 10 على ساين 30 مع سي على ساين 105 واعمل بينهم كروس مالتبلاي، يبقى السي هتساوي 10 تايم ساين 105 على ساين 30. كده ده كلام جميل، طلعت كام يا مستر؟ 19.3. فاصبح البي موجود والسي موجود، ودي طبعا هي مديها لنا. اصبح بقى ان انا عندي حريه في ايه؟ التعامل مع هذا المثلث. اقدر اجيب البارامتر بتاعه، اجيب اي بلس بي بلس سي واعملهم سميشن واخلص مين؟ ولا لا انا عايز بس الاريا بس. لو رجعنا بالذاكره لسنه اولى ثانوي هنلاقي عندنا قانون قديم اسمه لما تحب تجيب الاريا يبقى هاف بي سي ساين اي. بص، هاف بي سمول سي سمول ساين اي كابيتال، يعني هاف تايم 14.1 تايم 19.3. جبناهم منين دول يا مستر؟ يا عم جايين لك اهم، ما انت جايبهم. بص فوق منك كده، انت جايب البي والسي، جايبهم صح يعني. ساين 30 يبقى هعملهم هاف تايم 14.1 تايم 19.3 ساين 30. وبالاله الحاسبه اقدر اعمل الحسبه دي كلها، تطلع لي 68 سنتيمتر، يعني اصبحت مساحه هذا المثلث اللي قدامنا 68 سنتيمتر سكوير. طيب الشاهد بقى من الكلام ده ايه؟ ان انا زمان لو كان معايا تو انجل وسايد واحد ما كنتش اعرف لا بايثاغورس ينفع ولا كليديان ينفع ولا اي حاجه تنفع جوه المثلث الا الساين رول ده. ايه تاني يا ساره؟ طبعا هجبت الانجل الناقص الاول واتحط القانون وعوضت، بقت المساله بالنسبه لي ايه؟ متيسره. ولادنا مش مشفرين القانون ده، يقول لك يا مستر المساله دي دايما لما الاقي تو انجل وان سايد بنعرف احنا داخلين جوه الساين رول. ده كلامهم يعني نتيجه خبره جميله من شهورهم الكتير. قال لك احنا لما تيجي اي مساله الاقي فيها تو انجلز، يعني اي تو انجلز معاهم 1 سنتيمتر حاجه سنتيمتر، نعرف ان احنا داخلين على ايه؟ على الساين ايه؟ رول. نشوف انذر اكزامبل عشان برضه لو ناس بتحضر معانا لسه داخله الحصه. بيقول ايه؟ ان تريانجل اي بي سي، يلا ارسموا معايا مثلث كده كبير كده قدامنا. اسيب لك فرصه ترسم براحتك. رسمت خلاص؟ حط فوق بقى A كابيتال B كابيتال C كابيتال. دول الجماعه بتوع مين؟ الـ vertices of the triangles. تعالى جوه انجل A الميجر بتاعها 25 degree 42 minutes. تعالى جوه ميجر B 118 degree 48 minutes. وتعالى على الـ AB حط عليه 20. طبعا AB ده يعتبر بالنسبه لنا C سمول. فاصبح معاك حاجتين مش موجودين. الـ A سمول والـ B سمول مش موجودين. صح ولا ايه يا رجاله؟ تمام. انا كده تاني اقول الكلام تاني، ارسم ترانجل كبير اسمه اي بي سي، جوه الاي اكتف 2542، جوه البي اكتف 118 48، واجي على الاي بي اللي هو يعتبر بالنسبه لنا الاوبوزيت بتاع انجل سي. الاوبوزيت بتاعها ده عامل 20 سنتيمتر. اوكي، يبقى انا كده معايا اثنين ناقصين الا وهو اي سمول وبي سمول مش موجودين، اللي هم مين بقى بالاخر؟ بي سي وبي سي. طبعا هطبق رول. اول حاجه اعملها، لا يا مستر لو سمحت سيبنا اجيب الانجل الثالثه الاول، يبقى هنعمل 180. ولو انا شايف الانجل دي فيها ديجري ومينت لازم استخدم الاله واكتب 180 كوما. زرار الكوما انه اللي هو فيه علامات كوما صغيره ده لازم تضغط عليه الاول، ماينس وافتح قوس 25 كوما 42 كوما، شوف انا بقول ازاي، بلس 118 كوما 48 كوما بيساوي كام عندي مستر من الاخر بقى عندي؟
بيساوي عندي 35 and 30. يبقى معنى كده بقى يا ولادي ان انجل سي اللي هي تعتبر يعني بالنسبه لنا الثالثه طلعت كام؟ 35 ومعاها 30 مينت. جميل، اطبق بقى القانون. مستر ممكن اقوله مثلا ايه على ساين ايه؟ يعني ماشي. طب ممكن اقوله بي سي على ساين ايه؟ يا برضه ماشي. هي هتفرق معانا حاجه بتوع الماث؟ مش هتفرق معانا حاجه. عملنا ايه على ساين ايه؟ برضه شغال. عملناها بي سي على ساين ايه؟ برضه شغال. المشكله ايه؟ ان القانون ده مرن، اتحرك فيه بحريه بالراحه، ما تقلقش. هو اداك بس ايه؟ حب يسالها لك، قال لك ايه على ساين ايه؟ انا ممكن اشيل حرف الايه واكتب بي سي كامل، ايه المشكله يعني؟ واكتب اي سي على ساين بي، ايه المشكله؟ واي بي على ساين سي. انت لو لاحظت الحروف هتلاقي ان كل ريشيو فيها اي بي سي، مش ملاحظ؟ اي بي سي، بي سي فوق تحتها ايه؟ اي سي تحتها بي، اي بي تحتها سي، عشان برضو ايه؟ لما تحب تجيب السايد نفسه وتعرف طوله كده. خلاص يا مستر، انا حتى بالقانون ده كده، انا حاسس ان ده كده سهل بالنسبه لي وهكتبه، مفيش مشاكل. بي سي عندك موجود؟ لا يا مستر مش موجود. خلاص اكتب بي سي زي ما هو. لازم اكتب كلمه ساين الاول 2542 ايكوال اي سي موجود؟ لا مش موجود يا مستر، هكتبه اي سي زي ما هو. ساين 11848 بعمل ايه؟ انا باخد الداتا من المساله وبعوض في الرول بالراحه وعلى مهلي. طب اي بي موجود؟ طبعا ده في الجيف منور فوق اهو 20، يبقى 20 على ساين 35 سنتيمتر. كده بقى ولاد الشطار بتوع الادب والعلم عارفين انا بعمل ايه؟ عارفين يعني ايه كروس مالتبلاي. لو حبيت اجيب البي سي اخد الرش الاولى مع الاخيره، بص الاولى مع الاخيره، واعمل حاجه اسمها سيزر. السيزر ده عباره عن ايه؟ الحاجه اللي هتيجي مع البي سي تكون هي اللي تحت، الحاجه اللي مع المجهول تكون هي اللي تحت، والتانيين اللي هم موجودين هيكونوا اللي فوق. يبقى اعمل 20 تايمز ساين 25 كوما 42 كوما على ساين 35 كوما 30 كوما، هيطلع لي 14.9. كده اصبح البي سي جبته خلاص، طلع كام يا رجالتي؟ 14.9. طب لو عايز اجيب الاي سي وماله يا مستر؟ طب ما ناخد الريشيو الثانيه مع الاخيره واعمل بين كروس مالتي بلاي، يبقى هعمل كروس، يبقى اعمل 20 تايمز ساين 118 48 مينت على ساين 35 30 مينت. طبعا الكلام ده هيجي لنا بسهوله، هيطلع لنا 30.2، اصبح الاي سي 30.2. كده جبت مين؟ بي سي اللي عايزه واي سي اللي عايزه. برضو الشاهد من موضوع، احنا عندنا كام انجل مديهم لك؟ 2، وكم سايد؟ 1. انا استخدم انا قانون الساين رول اللي هو ايه؟ اول درس في الترجمتري عند القسم العلمي والادبي. انا برتب افكارك اهو عشان الناس تخش معايا جديد دلوقتي، فاتحه كتير قدامي دوت شايفهم. احنا ناخد درس الساين رول اللي هو مقرر على العلم والادب، فانا كده شغال اول قانون جبته ومشيت وجبت حاجات ورحت خدته قدام. شوف السلايد الثانيه، يقول لك بص بقى، طالما انتوا شطرتوا كده وحبيتوا الاشكال دي ومشيت فيها كويس، ما تيجي بقى ايه ناخد بقى مسائل اخرى كده مفتوحه شويه، واقدر اتعامل مع الاشكال الهندسيه الكبيره، باريلوجرام وكلام اللي انت عارفه بقى. طيب قال لي اي بي سي دي باريلوجرام، انا بقرا المساله عشان في ناس بترسم، بيسيب الورقه في الاسكاب واحد واحده غيرها او سكتش وبيرسم معايا باريلوجرام كبير ويوضح الرسمه كويس قوي، ولما تيجي ترسم كبر الشكل على قد ما تقدر عشان تحط جوه الداتا وتبقى شايفها، ما تزنقش على نفسك وانت بترسم. اي بي سي دي باريلوجرام ان ويتش اي بي موجود 123.4 سنتيمتر وميجر سي اي بي 15 ديجري 42 مينتس وميجر انجل دي بي اي 55 70 مينت، فاين اوجد the length of each of the two diagonal BD and AC. ايه كمان يا مستر؟ والاريا بتاعت الباريلوجرام اي بي سي دي. طبعا انا الاول سيبني اتكلم على الباريلوجرام، لان انا ما بشرح الحصص دي الاقي اولادي ايه مش عارفين شكله ولا خصائصه، وبالتالي المساله معاهم تبقى سهله، هم عشان مش عارفين خصائص الشكل ده ايه فبيقعوا في المساله. يا شباب يا بتوع تانية سنه والشطار الاوائل، كلمه باريلوجرام يعني ايه؟ يعني اتش تو اوبوزيت سايد ار ايكوال اند بارل، كل اتنين قصاد بعض ايكوال اند بارل. ايه كمان؟ اتش تو اوبوزيت انجل ار ايكوال، يعني ميجر اي قد ميجر سي، ميجر بي قد ميجر دي. اتش تو افري تو كونستيتيوتيف انجل ار سبلمنتري، يعني اي تو انجل ورا بعض لو عملتهم بلس يطلع 180. يعني ايه بلس بي؟
108، بي بلس سي 108، سي بلس دي وهكذا 108. طب بقى والدياجونال ايه وضعهم؟ الدياجونال اوعى تقول ايكوال، ازعل منك. الدياجونال دولت بايسكت ايتش اذر. يعني ايه بايسكت؟ يعني كل واحد بيقسم الثاني نصين قد بعض. يعني الخط الطويل اتقسم تو هافز، يعني ايه ام زي الام سي. والخط القصير اللي هو البي دي للدياجونال الصغير اتقسم برضه تو هافز، يعني بي ام شبه الام دي. كده معنى كده ايه؟ خصائص البروجرام اتضحت لنا شويه. يعني احنا بقى ممكن نتحرك والمساله براحتنا. انت عايز مني ايه بقى يا مستر؟ عايز الاي سي. انت عايز اجيب لك الخط الكبير ده كله يا مستر؟ حاضر. وبي دي كمان؟ حاضر يا مستر. طب ايه علاقه ده بقى بدرس الساين رول؟ قال لك بص، انا لو اتحدثنا شويه مع بعض كده، سي مثلا لو الاي ام شايفه، اي ام، ها اي ام شايفه، سي مثلا لو 5 يبقى الام سي بكام؟ هتقول لي برضه 5. هيبقى الاي سي بكام؟ هتقول لي 10. شفت الجمال؟ يعني انا لو ركزت على الاي ام وجبته كويس هعرف اجيب الاي سي كله. ليه؟ هعمل تايم 2. طب لو عايز اجيب البي دي يا عم، هات لنا البي ام بس. لو جبت البي ام كويس مثلا سي طلع ب 3 يبقى البي دي طلع ب 6. ماشي؟ يبقى احنا حطينا مشكلتنا في حاجتين، ايه هما بقى؟ الاي ام هيتحسب ازاي والبي ام هيتحسب ازاي. اقول تاني، لو عايز الاي سي فكر في الاي ام، ولو عايز البي دي فكر في البي ام. طب الاي ام والبي ام حطهم لي في تريانجل كده جميل صغير، عندي تو انجل موجودين. كلنا اكتشفنا المثلث ده. ايه هو؟ اي ام بي. اي ام بي المثلث الصغنن اللي تحت في البروجرام ده. ده حتى الراجل عامل معاك واجب قايل لك يا اخي دي بي اي مديلك 15 17، ومديك كمان سي اي بي 15 42، ومديك الاي بي كمان السايد بتاعهم اللي تحت 123.4. يعني انت مش عايز من حاجه ثانيه بقى يا مستر؟ تو انجل هوم وان سايد، عايز ايه ثاني بقى؟ سيبني بقى اطبق السعر رول بقى يا مستر واشتغل. حاضر. طب قبل ما تطبق السعر رول، مش انا قلت لك لازم تجيب الانجل الثالثه الاول عشان تشتغل على طول ما تتعطلش؟ طب انا معايا ايه الصغننه وبي الصغننه؟ فاضي ايه بقى مش موجود؟ يا مستر فاضل ام اللي هي اي ام بي. خلاص يا مستر، ما احنا قلنا 180 ماينس. امسك قالتك كده 180 كوما ماينس 15 كوما 42 كوما بلس 15 كوما 17 كوما، واقفل براكت يطلع لي 109 ديجري مع 1 مينت. يبقى انجل اي ام بي اللي بصه لتحت دي شايفها؟ اي ام بي الانجل الثالثه بتاعت التريانجل اي ام بي طلعت لنا 109 اند 1 مينت. طب اطبق بقى السير رول ازاي؟ قول لي بقى يا مستر، انت كده حالل على طول وداخل المساله على طول. اقول لك يا عم احنا خدناها بسهوله. كل سايد هيبص على الانجل قصاد منه. اي بي بص على مين؟ على اي ام بي. يعني بص على كام درجه؟ على 109 اند 1. يبقى خش على الجد على طول. اقول اي بي على ساين اي ام بي يساوي بي ام على ساين بي اي ام يساوي اي ام على ساين اي بي ام. يقول لي بقى باللغه بتاعتنا بقى بتاعت الماثماتيك بتاعت البورد، يلا يا عم جاهز، خد الرقم على ساين الرقم على طول 123.4 على ساين 109 اند 1. بي ام موجود مستر، سيبه زي ما هو مش هيخسر. على ساين اللي بص الانجل عليه اللي هي 1542. ام موجود؟ لا يا مستر، يبقى ام يسيبه زي ما هو على ساين الانجل اللي بص عليه اللي هي 5517. طالما حطينا الرول دي قدامنا الا وهي الساين رول، اقدر انا واولادي بقى اجيب البي ام والاي ام. حاضر يا مستر، يلا بينا كده. لما احب اجيب البي ام اعمل ايه؟ اعمل كروس مالتبلاي. هضرب اقول 123.4 تايم ساين 115.42 على ساين 109 اند 1 مينت. طلعها لنا كام يا مستر؟ 35.3. طبعا انا بحاول اجيب لك اجابات سريعه ليه؟ عشان الحصه جميله فيها افكار كتيره، فما اضيعش الوقت ان انا اعمل بالاله وبتاع. المهم ان ولادي شغالين معايا وبيقولوا يا مستر احنا بنشوف المساله كده معاك، حاسين ان احنا قاعدين معاك جوه المساله. طب لو عايزين الاي ام اخد اول ريشو مع الثالثه واعمل بينهم كروس مالتبلاي. اشمعنى مع الاولى مع الاخيره؟ مع ان الثانيه تنفع برضه، بس انا بقول لك يا اخي لو انت طلعت بي ام غلط راح اجيب لك ام كمان غلط. طب ما تخلي بقى اخد الاولى مع الثانيه والاولى مع الاخيره، يبقى انت حتى لو انت بي ام يبقى هجيب ام صح.
خد بالك، مع ان الاثنين يقدرتين احسن من بعض، بس ايه انا بعمل ضمان لولادي في مساله بقى ايه، ناخد الايه الطريقه السليمه على طول، يبقى ناخد الاي ام وهعمل 123.4 تايمز ساين 5517 على ساين 109 اند 1 مينت، وبالاله هجيب يطلع كام يا مستر؟ هيطلع 107.3. والبي دي طلع كام يا مستر عندي؟ بص الجمال بقى، بي ام انت جبته خلاص، فانت عايز تجيب بقى مين؟ بي دي كله. مش انا قايل لك من شويه لو جبت البي ام هتجيب البي دي؟ بي دي بي ام طلعوا لنا كام؟ 65.3. طب لما البي ام 65.3 هيبقى المسافه بي دي كلها كام؟ الجدول بي دي كله كام؟ هعمل تايم 2 يبقى يطلع لي 70.6، يبقى اصبح البي دي كله 70.6. طب يا مستر انا هجيب الاي ام، هضرب 123.4 تايم ساين 55 17 مينت على ساين 109 اند 1 مينت، هيطلع 107.3. طب ما انا عايز اجيب اي سي كله بقى، يا عم اعمل تايم 2 يطلع لك كام الحل كله؟ 214.6. كده انت جبت ايه يا عم؟ جبت لي انتجرال الاي سي جوه مين؟ بي دي بتاعنا عن طريق ايه؟ الطريقه الجميله اللي خدناها. هيسالني طالب بقى، هو انا فاكر يا مستر ايه ده بتاع بروجرام؟ اقول لك ماشي، ما انتش فاكرها؟ عد لي كام ترينجل في الشكل ده كده؟ في البروجرام ده عندك كام ترينجل في البروجرام ده؟ هتلاقيهم فور صح؟ خد واحد منهم واعمله تايم فور. بص اسمع، بص خد واحد منهم واعمله تايم فور. طب انا هاخد المثلث الصغير اللي احنا كنا شايلين عليه. الحمد لله الام اي جايبها والام بي جايبها، فانا دول بالنسبه لي حلوين، تعبان فيهم. خلاص ايه القانون اللي خدناه في اولى ثانوي الجميل؟ يقول لك لما تحب تجيب الايرا بتاعت الانجل هاف تايم، خد اي تو سايد جنب بعض، اي تو سايد هاخد الام اي مع الام بي خلاص اعملهم تايمز ساين الانجل بتوين ذا، يعني الانجل اللي بينهم اعمل لها ساين. يعني مثلا لما اشرح هقول بقى ايه؟ هاف ام بي تايمز ام اي ساين اي ام بي، اعملها تايم 4 اجيب الايريا بتاعت البروجرام كامل. طب نكمل يلا بينا، اعمل 4 تايم هاف تايم 35.3 اللي هو البي ام تايمز 107.3 اللي هو الاي ام على ساين 109 اند 1 مينت، يطلع الاجابه كام كلها على بعضها؟ 7162 سنتيمتر سكوير. كده واضح ان قانون الساين رول عامل معايا شغل رائع، مخليني المساله سهله جدا، بتعامل بحريه، احط الساين على ساين في وش منه وده على وش منه وده، اي حاجه موجوده هتظهر على طول. ولذلك اخترت التريانجل الصغير اللي هو ام بي، لقيت الامكان كلها موجوده. وعلى فكره احنا اليومين دول هنتدرب على رسمه المسائل، لان ممكن المسائل هي بتتعمل مش مرسومه. ما تقوليش بقى اصل انا ما بعرفش ارسم بالوجرام، لا اتدرب، ارسم مره في مره كده لغايه ما يجي معاك صح وتحط الداتا صح. لان انت هترسم لو قريت المساله من فوق هيقول لك سي اي بي، هتدور عليها في الرسمه سي اي بي تحط جوه الرقم بتاعها، يقول لك دي بي اي 55 هتروح حاطط دي بي اي، حط 55. يبقى انت لازم تكون ماهر كليفر بحته ايه؟ درونج بروجرام وخصائصه عشان اقدر اوصل المسألة لايه؟ لبر الامان ما اغلطش في مسالتي. طيب يلا يا رجاله شوف بعد منها. انا حاسس ان تعمل مدرسه بعت لنا واحده من عنده جميله قوي، تقول ايه؟ بتحاول اقول لاولادنا بتوع ثانيه ثانوي علم واداب اقول لهم المساله دي فكروا فيها شويه، فيها حته جميله كده جديده فيها موضوع، انا هقولها بالمره كده عشان دخلنا في سلايد جديده. الجماعه اللي حطوا قانون الساين رول لما قالوا ايه على ساين ايه، بي على ساين بي، سي على ساين سي، قال لك بتساوي 2 ار. 2 ار حاجات الارض يا مستر. قال لك لو انت مسكت الكومبس وحطيته في السنتر التراجل وعملت سيركل، اكيد السيركل دي هتعدي بالنقط اللي على ايه؟ على تريانجل من بره اللي هي السيركم والسيركل. مثلا لو انا شايف رسمه قدام مني زي ال ام ان وعايز ارسم اريا او ارسم سيركل باسنج ثرو بالال والام والان، فانا هاخد الكومبس وهفتح فتحه عاديه هجرب واعمل ايه؟ احط السن جوه المثلث واعمل سيركل كده، هتلاقي السن مرت بالال والام والان. قول لي بقى يا مستر هو رد سحب جاب ازاي؟ قال لك لا بيتجاب منين؟ برضه بالساين رول. يعني ايه؟ تعالى على جنب كده كلنا، على جنب كده واكتب لي الخوم ده معايا. ايه على ساين ايه؟ تساوي بي على ساين بي تساوي سي على ساين سي تساوي 2 ار.
كلنا واخدينه بقى لمده في المدرسه بقى ايه، وخدنا عليه والمستر فتح مسائل كتير عليه طبعا عندي. طيب خلاص يا مستر تمام، انا بقى هعرف المساله. قال لي تريانجل ال ام ان اللي قدام منك ده، مش الام الصغيره اللي هي تعتبر السايد اللي قدام انجل ام عامل 68.4، وميجر ام نفسها عامله 100، وميجر ان نفسها عامله 40. فايند ال سمول. يعني ايه ال سمول؟ يعني السايد الاوبوزيت ال اللي بالنسبه لنا اسمه اي ام، اللي اسمه ام ان، يبقى عايز ال سمول معناها عايز السايد اللي في وش ال اللي هو احنا نعرفه ام ان. ها طيب، وعايز اللينث اوف راديوس اوف سيركم وسيركل، وعايز الراديوس بتاع السيركل اللي بتمر بال ال والام والان. ايه كمان يا مستر؟ وعايز الايرة بتاعت الراجل المر. لا ده انت كده جبت المطاليب كلها، ما انتش محتاج حاجه خالص بقى في السيرول بقى. جبت سايد وجبت سيرك ورادياس وجبت اريا، يعني انا حققت لك اكتر من هدف جوه ايه السؤال ده. اول حاجه هنعملها ايه؟ هرسم، هاجي اعمل كده مثلث كده كبير قوي، ده شكله حلو كده تريانجل ال ام ام، واحط الداتا دي جواه. ال ام احطها جواه 100، ميجر ان جواه 40، قدام السايد ام هكتب 68.4، فهيبقى عندي اثنين سايد مش موجودين اللي هم ال والام. وطبعا ميجر ال انت باشا طبعا بتجيبها على طول من غير انا ما اقول لك، هتعمل 180 ماينس. حد شافها بكام يا رجاله؟ 140، هتبقى لي 40 يا مستر عندك، حط لي جوه الاي 40 ويلا بينا نحل المساله. نشتغل؟ نشتغل. هطبق السعر رول على طول، او ال على ساين ال، ام على ساين ام، ان على ساين ان ايكوال تو ار. ما تقوليش بقى ايه على ساين ايه، انا حاسب الحروف اللي بتجي لي. جالي ال ام ان، يبقى ال على ساين ان، ام على ساين ام، ان على ساين ان ايكوال تو ار. طب جالي اكس واي زد، اكس على ساين اكس، واي على ساين واي، زد على ساين زد ايكوال تو ار، حسب الاشكال اللي تجينا في الامتحان. هو جايب لنا بقى ال ام ان شغال يا مستر ومفيش مشاكل. يلا بينا، ال على ساين ال يبقى 60، يبقى ال عندنا بكام مش موجود، يبقى ال على ساين 40 هتساوي ام على ساين ام. ام سمول موجود بكام؟ 68.4 على ساين 100. طب مستر بالله عليك مش ممكن اعمل مصر كده واخلص نفس الوقت واجيبها؟ يا عم ماشي، اعمل سيزر وهاتا، اعمل سيزر وهاتا، اضرب 68.4 تايم ساين 40 على ساين 100. كام بآلتك الجميله ديت؟ ابروكسيمتلي 44.64 سنتيمتر. ده بالنسبه لنا فيرست ريكوايرد، المطلوب الاول. جبناه منين؟ حطينا الرول بس، ما تعبناش فيها خالص، احنا بس جبنا له ال وعملنا رول واشتغلنا على طول، ما تعبناش فيها. ال على ساين ال وام على ساين وعملنا زيرو وخلصت. ده عايز الراديوس، راديوس يا مستر انا عندي 3 ريشيو قد 2 ار، يعني اي واحده فيهم قد 2 ار. طب اخد مين بقى ان شاء الله؟ اخد ال على ساين 40 ولا ام على ساين ام ولا ان على ساين ان؟ الثلاثه ينفعوا، بس انت عشان تكسب وقت خد الموجوده اساسا في المساله. يا عم هو مديك ام على ساين ام ما موجوده جاهزه اهي، تعب نفسك ليه؟ خد ديات عشان لو انت جايب ال ده غلط ما تجيبش كامل الار كمان غلط. فناخد واحده منهم اي ريش تكون موجوده، ويا ريت اللي هو مديها لنا عشان يبقى ايه؟ بقلل الخساره بتاعتي. يبقى انا هقول له ام على ساين ام بتساوي 2 ار. طبعا المستر عوض 68.4 على ساين 100 ايكوال 2 ار. هنا بقى اولادي بيزعلوا، مره تلاقي واحد عامل تايمز 2، مره واحد عامل تايمز مش عارف 2. لا خد المود بالراحه، الريشيو دي يا اولاد قد الريدس كم مره؟ مرتين. ما اقول لك 68.4 على ساين 100 ايكوال 2 ار. لو عايز الار الواحده يا عم خد ديفايد 2 خلاص، خد الريشيو دي كلها ديفايد 2 بالعاده، قول له 68.4 على ساين 100 ديفايد 2 تطلع لك كام؟ 34.72. اصبح الار اللي هو الراديوس بتاع السيركم وسيركل تريانجل ال ام ام يعمل لك كام؟ 34.72. ده ريكوايرد نمبر 2 اللي هو المطلوب الثاني. كده يا مستر ما شاء الله جبنا ال ال وجبنا الراديوس. على فكره طالما بيقول راديوس فاجهز انت بقى، عشان ممكن يجي لك في نص السنه في التابلت. عايز سيركو فرانس يبقى 2 باي ار، عايز الاريا يبقى باي ار سكوير. يعني السؤال ما توقفوش عند الراديوس، اطلع خطوه لقدام 2 باي ار ماشي، لو عايزها تجيبها له باي ار سكوير هاتها له برضه. يعني عود نفسك انت يبقى ايه عندك عقل متفتح، ما انتش محدود بالسؤال بس،
يعني ممكن اخد منك مطلوب واثنين وثلاثه واديك المطلوب ده اجابه، واجابه مطلوب بشرا معاك لغه مفتوحه، ده مش بناء مع طلب الثالثه ثانوي السنه دي. طب عايز ايه تاني؟ سيرفيس اريا اوف تريانجل ال ام ان. لسه قايل يا مستر قانون جميل، لما اي تريانجل في الدنيا عايز يجيبها تحته هاب واختار تو سايد جنب بعض، اي اتنين سايد جنب بعض بعملهم برودكت او تايمز، بس بعمل تايمز ساين الانجل بتوين ده، يعني كده بختار ايه؟ تعال نختار هاف ام ال ساين مين بقى؟ ان هتساوي هاف تايم الام سمول بكام؟ 68.4. ال سمول بكام جايبينه وتعبانين فيه قبل كده؟ 44.64. طب يا مستر ساين ان بكام جبناه؟ ب 40. لو دخلناها على الاله كلها تطلع بكام؟ 981.1 سكوير سنتيمتر. يبقى احنا كده جبنا الاريا بتاعت هذا التريانجل ده، ممكن اجيب البارامتر بتاعه والدنيا ماشيه معايا. اذا واضح ان خلوص الساين ده ايه؟ حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني عامل معايا شغل رائع، مش مخليني اقف على حاجه، يعني معدي البايثاغورس كمان، بجيب كل سنه اللي عايزها، بس يا ريت يكون معايا كام انجل؟ تو انجل وان سايد بس. اوكي؟ شوف كمان مثال اخر، هسيبك تكتب المسألة كويس، انقلها بالراحة. A B C triangle in which half sine A equal third sine B equal quarter sine C. دي الجبر اللي مديها لك. الحاجة اللي مديها لك هو عايز إن إيه؟ بيشرح لك عليها حاجة. يقول لك دي حاجة حدها لك، العب بيها وقت اللي أنت عايزه. Find the length of the sides. عايز السايدين الثلاثة بتوعه. يعني عايز اي بي وبي سي واي سي هاتهم لي بقى بالسنتي. اذا علم given that it is parameter 18 سنتيمتر. يعني انا معايا كارتين بلعب بيهم دلوقتي. الرشه الجميله اللي انت شايفها دي كده فيها شبه جامد او من مين يا رجاله؟ من ساين رول صح؟ اه طبعا يا مستر، ده هتبقى ساين كمان شبه سوز بشويه. وكمان مديها كارت تاني العب بيه اللي هو البارامتر اوف تريانجل 18 سنتيمتر. وعايز كل سايد يعمل كده. طيب انا شايف الرش الاولاني ديت ممكن كتابتها بطريقه احسن شويه. اه الهاف اللي بره دي هدخلها تحت الساين، يبقى ساين اي على 2 ايكوال ساين بي على 3 ايكوال ساين سي على 4. حطيتها بطريقه ايه؟ سيمبل وبسيطه. تاني الهاف والثيرد والكوارتر دخلتهم تحت الساين الساين الساين، فطلعت ريشيو ساين اي على 2 ساين بي على 3 ساين سي على 4. ممكن بقى اقلبها اعدلها اخليها شبه الساين رول من حقي، يبقى 2 على ساين اي 3 على ساين بي 4 على ساين سي، دول ايكوال جنب بعض. كان بالظبط يا مستر شايف ايه القانون ده قلت لي في اول حصه، اي على ساين اي وبي على ساين بي وسي على ساين سي قدامنا بالظبط. فانا هسالك بحق ربنا كده، هو اي لبي الى سي اللي فوق دول ايه، اطوال ولا ريشيو؟ لا دول ريشيو. هو حد يقول الايه ده ب 2 سنتي والبي 3 سنتي؟ لا 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 ممنوع، خلي بالك اللي فوق دولت ريشيو. يبقى لما هاخد الاي الى بي الى سي ريشيو 2 الى 3 الى 4. طب ما انا بقى كده يا مستر عرفت القصه خلاص كده، لو اديتني الريشيو بتوين السايز وعندي البرامتر اللي هو السم، ممكن استخدم اكتر من طريقه عشان اجيب كل سايد. احلها بطريقه سنه سته زمان ثالثه اعدادي ماشي خلاص، ما تلعبيها بالنسبه مفتوحه خلاص. اهم حاجه ادتني علاقه الصيد ببعضها، ادتني الرشو ببعضها. فقال لك الله يا عم تعالى نفرض ان الاي اسمه 2 كي، ونفرض ان البي دي طولها 3 كي والسي طولها 4 كي. لو شلت الكي مع الكي مع الكي يرجعوا هم رشو تاني صح؟ وعايز اقول لك ايه؟ نفرض ان الاي الحقيقي 2 كي، البي الحقيقي 3 كي، والسي الحقيقي 4 كي، وانا عندي بارامتر 200 خلاص. تعالى اعمل بلس 2K بلس 3K بلس 4K بتساوي 18. كده بقى يا مستر هعملهم 2 بلس 3 5 وعليهم 4 يبقى 9. يبقى 9K بتساوي كام يا شباب؟ 18 ديفايدد 9 ليفت اند رايت، تبقى الكيب كام؟ 2. جبت الكيب 2 ارجع بقى لكلمه ليت اللي كده بقول ولاد الاي 2 تايم 2 يبقى 4 سنتيمتر، البي 3 تايم 2 6 سنتيمتر، السي 4 تايم 2 تطلع عندك 8. يبقى اطوال التريانجل ده اللي هو عايزها الحقيقيه 4 و6 و8. طب يا مستر لو سمحت ممكن كده
انا مش متاكد الاجابه صح ولا غلط. يا عم حطهم جنب بعض، حط 4 الى 6 الى 8، اعملهم بلس الاول كده طلعوا كام؟ 18 اهم، يبقى انت كده ضامن ان هم 18. عايز تحقق كمان حقق الفور والسكس والايت. لما تيجي تعملهم سمبليفاي ممكن اعمل ديفايد 2، هيطلع 2 الى 3 الى 4، اللي هي مين بقى عندك يا معلم؟ اللي هي الريشيو اللي ادالك فوق كده. انت باش جبت الريشيو زي ما هي 2 ل 3 4، وجبت البلس بتاعهم 18 وحققت السؤال ده. السؤال ده ممكن يجي لنا في التابلت في نص السنه برضه بنفس القصه ده. يقول لك ايه بقى؟ نفس المقدمه يديها لك كويس قوي قوي زي ما قدامك كده، ويقول لك ايه بتساوي كام سنتيمتر؟ ودي اختيارات 6 4 9 8، ويسيبه مع نفسك. طبعا الطالب يقول لك الله انا هعمل ايه بقى؟ الحاجه دي مالهاش دخل. لا يا عم ده ليها، ده طالما فيها ساين يبقى انت تابع حدود الساين. اهو حط الريشيو زي ما قدام منك كده، اقلب الريشيو، خد السيدات اي بي سي حطهم قدام منك، خش على 2 كي و3 كي و4 كي، اعمل ريشيو وهات الاطوال بتاعتك، هتجيب الاي 4 سنتيمتر. يعني الحاجه اللي شبه ديت ممكن اخلصها لك مساله على اي تابلت صغيره بتبقى جميله، وشوز على درجه كبيره. خلي بالك وشايله ايه؟ شايله درس كبير اللي هو الساين رول، وعايزه واحد متفتح قوي وبيلعب بقانون الساين، مش حافظه بس، لا ده بيلعب بيه وفاهم يعني ايه كلمه ساين رول، ويعني ايه ريشيو، ويعني ايه بيراميدر، بيتعامل مع الماده بحريه. نشوف ايه السؤال الاخر. بقول لي سؤال، انا المره دي عندي تريانجل اديتك السبمشن بتاعه كله على بعضه، البرامتر بتاعه كله على بعضه 24، ومجر بي واخده 30 ومجر سي واخده 48، فلو سمحت هات لي بي سمول بتاع البي اللي هو يعتبر اي سي. طب اقسم بقى التريانجل ده قدام منك، هدي كده نص دقيقه كده قبل ما ترسم التريانجل ده كده، اقسم بهدوء كده بالراحه خالص وعلى مهلك. رسمت التريانجل خلاص، حطينا على ميجر اي طبعا ما فيهاش حاجه هسيبها فاضيه دلوقتي، ميجر بي اكتب جواها 30، ميجر سي اكتب جواها 48، وطبعا اي سمول مش موجوده، بي سمول مش موجوده، سي سمول مش موجوده. ايه الحروف دي يا شباب؟ اللي هي الحروف اللي حطيناها قدام مين؟ الاي اللي هو السايد اللي قدام انجل اي، كاتب عليه اي سمول صغننه. بي سمول السايد اللي قدام بي ميجر بي، سي سمول اللي هو السايد اللي قدام انجل سي. الثلاثه مش موجودين يا مستر. طب يا مستر انا هكتب ازاي؟ انت كده مديني اي سمول مش عندي، بي سمول مش عندي، سي مش عندي، بس الالات دي موجوده اوريدي. طب انا اعمل سيزون ازاي؟ قال لك لا 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 طبعا، انت دماغك كبيره قوي وفاهم يعني ايه ريشو، ويعني ايه التعامل مع الريشو، خدته في بريب 3 يعني فاهم علاقه الريشو ببعضها. قال لك مبدئيا ان عندنا تراجم في كام انجل يا شباب؟ اثنين، هات الثالثه الاول عشان ما جوش بالنص من ايد كعبهم. طب اجيب الثالثه ازاي؟ 180 ماينس وافتح قوس 30 بلس 48 تطلع كام عندك؟ 102. جبناها تمام كده خلاص. ارسم الترنج بتاعك ده كده، حط لي كل واحده جواها حاجه. الاي جواها كام؟ 102. البي جواها كام؟ 30. والسي جواها كام؟ 48. خلاص كده تمام؟ حط الريشو بقى. اي على ساين اي، بي على ساين بي، سي على ساين سي، وعود نفسك الاي سمول فوق والكابيتال تحت. المره الثانيه اي سمول دي فوق والاي كابيتال تحت. اي على ساين اي كابيتال، بي على ساين بي كابيتال، سي سمول على ساين اي سي كابيتال. طيب نخش المساله على طول، يلا يا مستر. اي على ساين 102، بي على ساين 30، سي على ساين 48. كده بقى يا مستر انا لا معايا الاي ولا البي ولا السي. طب وبعدين اعمل في ايه؟ قال لك لو انت عندك 3 ريشو موجودين عندك ممكن قوي 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 اعملهم اد. اشمعنى اد؟ اصل انا مضطر اخش على الاد برضه. اشمعنى اد؟ عشان البرامتر عندي فوق موجود. وايه يعني ايه برامتر يا مستر؟ يعني ايه بلس بي بلس سي. يبقى انا هعمل الثلاثه ريشو موجودين بلس. لو عملتهم بلس هنا ريشو جديده رابعه جنب منهم اخت الناس اللي ورا دول كلهم. يعني اخت ايه على ساين ايه، وبي على ساين بي، وسي على ساين سي. حتى جربها كده، اقعد مع نفسك كده بالقلم الرصاص قول له يسا ايه 1 على 2 بتساوي 2 على 4 بتساوي 3 على 6، هيطلع لك الاخر 6 على 12 زيهم بالظبط. لو عملت ادنج ليهم يطلع برضه نفس القصه. يعني من الاخر لو عملت ادنج للريشو يطلع نفس الاجابه، ريشو جديده اخت الناس دول بالظبط تماما. فراح قال لك الله ده ايه بلس بي بلس سي موجودين عندي فوق ب 24.
وانا على الاقل اجيب ساين 102 ساين 30 ساين 48 اقدر اجيبهم عادي خالص. ولما اجيبهم يبقى انا كده حسبت ريشيو جديده موجوده معايا اقدر اخدها مع البي مع الاي مع السي واجيبهم لك واحد ورا واحد على طول كده. بص الجمال بقى، بص الجمال في التقابير المساله دي بقى جميل قوي. يعني الراجل بيقول لي خلي بالك لو معاك البرامتر اعمل اد، اعمل لي ريشيو اخيره كده جنب منهم يبقى ايه بلس بي بلس سي، حط المكان 24. وطبعا ساين بلس ساين بلس ساين جاوب الايه، لا مش مشكله يا مستر هيتجاوبوا ويتحسبوا، واعمل كروس مع الاولى اجيب الايه، كروس مع البي اجيب السي، كروس مع السي اجيب السي، يبقى جبت لك الايه والبي والسي كمان يا مستر. ده كده يبقى فكره السؤال يا شباب انهم مدينا البرامتر واضطرينا ان احنا نعمل اد بالسي ريشيو عشان احسب الكل سايد عامل معايا ايه كام. جه بقى بقول لي خلي بالك بقى ما تنساش القانون ده اللي انا قلت لك في اول في نص الحصه، ان اي ان اني تريانجل اي بي سي اي على ساين اي بتساوي بي على ساين بي بتساوي سي على ساين سي بتساوي 2 ار، والار دي معناها ايه؟ الارض ذا ريديوس ريس اوف ذا سيركل مو سيركل اوف تريانجل اي بي سي، يعني كانك بترسم سيركل حوالين المثلث من بره تمر بالاي وبي وسي مع بعض. الريديوس جاب من هنا وطالما فيها ريديوس يبقى اعرف هيسالك على ايه السيركمفرنس، هيسالك على ايه السيركل عشان تتعامل مع المساله ايه بهدوء. وعشان اجيب الار اخد اي رش من دول يا شباب واعملها ديفايد تو ايه بتاعي. تمام؟ يبقى احنا النهارده في ضيافه مين؟ الساين رول ما زلنا بنتعامل معاه بحريه. المساله طبعا نتعامل معاه ونشوف هيوصلنا بايه. قول لي في الترينجل ده البي 7 سنتيمتر وبي ب 30 والسي ب 9، كالكوليت ذا ريديوس اوف ذا لينث اوف ذا سيركل سيركل اي بي سي، واحسب كمان فيجر ايه لاعرب ديجري. مستر انت قلت لي من شويه ان الدرس ده ساين رول واي مساله هيديها لي لازم يديني تو انجل. طب انا مش شايف غير انجل واحده بس في اتنين سايت. طب ايه اللي حصل في المساله بقى؟ قال لك طب قرب قوي من المساله شويه كده وحاول اهدى كده عشان المساله شويه كده ونقرب منه. انا هلاحظ عندي ان مديني بي وميجر بي. بص الجمال بي وميجر بي، اشمعنى؟ عشان لو خدت بي على ساين بي اقدر اجيب الريدس. يعني لو في ريش موجوده واحده بس اقدر اجيب لك الريدس بسهوله. طب يا مستر ماشي شغال. بي على ساين بي يساوي 2 ار. يبقى 7 على ساين 30 ايكوال 2 ار. طبعا انا مش محتاج ارسم المساله خلاص، انا بتعامل بحريه. عارف يعني ايه ايه وبي وسي عندي في المساله واجيبها. طب يلا نكتب الخروج قدامنا ونشوف كده. يبقى هقول عندي 7 على ساين 30 بتساوي 2 ار، يبقى معنى كده هتكلم على ان الار ده بيساوي 7 على ساين 30 ديفايد 2، فطلع الار بكام؟ 7 سنتيمتر. لو خدت الار ب 7 سنتيمتر كده يا مستر اقدر اتعامل معاك حاجه ثانيه. هروح داخل بريشيو سي على ساين سي بتساوي 2 ار، يبقى 9 على ساين سي بتساوي 14. 9 على ساين سي بتساوي 14، انا عايز اجيب الساين. اروح مبدل قاعد 14 مكان الساين والساين مكان 14، هيبقى ساين 14 او ساين سي بتساوي 9 على 14. 9 على 14 هنعمل شيفت طلعت السي بكام درجه؟ 40. يبقى انا كده جبت لك كمان انجل سي. الله بقى ده السي بقت معانا والبي بقت معانا، خلي بالك والريدز بقى معانا، المساله بتطلع واحده بواحده. فقال لك هات ايه بالمره بقى؟ يبقى هو 80 ماينس 30 بلس 40 تطلع 110، يبقى ميجر سي طلعت بكام يا شباب؟ 140 ديجري. وبالتالي ايه كمان هات الجراب تطلع الايه بكميه كمان؟ ب 200 ديجري. كده بقى اقول لك حاجه، انت من السايد والسايد بس بشرط اديني انجل وسايد في وش بعض. بص الجمال بي مع بي تمشي، سي مع انجل سي تمشي، ايه مع انجل ايه تمشي، عشان اعمل كروس واشتغل بقى بس. انا مش هقف كده احط مجهيل على الفاضي. تمام يا رجاله، يبقى انا كده ايه حققت قانون جميل قوي قوي في المساله وايه ومشيت معاه سنه بسنه. تعالوا بقى اشكركم طبعا ونقدم يعني حته معلومه صغيره برضو عليه عشان نقول حاجه. انا يعني حاولت على قد ما اقدر النهارده نجيب بعض الامثله اللي هي خاصه بالساين رول، ونشوف بقى مثلا الحاجات الخاصه بالقوانين اللي هي خاصه بالراديوس اللي خاصه بالاريا، الحاجات دي كلها يعني نقدر نجيبها عن طريق استخدام الساين رول. يبقى الشاهد من هذا الكلام برضو يا مستر لما تجيب المساله بتاعتك لازم تركز ترسم الانجل كويس، حط انجل ايه وانجل بي او دونك الاول، هات الانجل الثالثه، حط الصيد على الرسم، طبق القانون كويس جدا وعوض فيه، هتجيب الحاجه اللي انت عايزها. يبقى انت كده من خلال المساله الجميله دي كده هتقدر تجيب كل ما هو جديد في المساله.
طبعا عايزك برضو تهتم بقوانين مين ايه كمان؟ قانون ايه السيرك اوف فرانس 2 باي ار، عايزك تهتم بقانون الايه اللي هو الاريا اللي هو باي ار سكوير. طبعا بشكركم، ان شاء الله المره الجايه هنتقابل مع حصص جميله قوي بالالجبرا، وهنتعامل مع الكالكولس، هناخد حصص سريعه بقى لان كده هتقفل المنهج شويه جامد. ان شاء الله اشكركم، الى لقاء اخر يوم الاثنين الجاي في نفس الميعاد. تحياتي الدكتور مصطفى درويش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.